السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي العزاز، خواتاتي، صباح الخير. اليوم حي الفرح فاق على واحد الفاجعة اللي هي تالت فاجعة كتصير في حي الفرح بمدينة الدار البيضاء. واحد السيد مسن في العمر ديالو ما فوق 80 سنة، رجل مجتهد، رجل تاجر، تيخدم وعنده وليدات، الأغلبية ديال وليداتو كاينين في أمريكان وفي الطاليان. رجل دخل سوق راسو، معقول ما كيتيق في حد، هذه هي الصفات اللي عنده. صحيح أنه هو شوية شاد، لأنه طبعا لما كنقولو تاجر كيعرف الفلوس فين كيحطها وامتى كيحل يديه فيها. واحد النهار من الأيام كان خصو واحد من الناس اللي خدموا معاه يجيبهم يصبروا معاه. فكر مزيان، مشى جابهم من تارودانس وخدم مع هاد السيد مدة ديال فوق 5 سنوات. وهاد السيد خدام بواحد الانضباط وداخل سوق راسو، وعطي الحاج واحد البرطمة ساكن فيها، وكيمشي للخدمة ديالو في كراج علال، وكيرجع من كراج علال وكيدخل للبيت ديالو. الناس كلها كتشوفه واحد مدة طويلة وهو ساكن في هذيك الدار، داخل سوق راسو، لا هو من اللي كيسكر، ولا هو اللي كيشرب، ولا هو اللي تيكمي، ولا تيدير حتى شي حاجة. السيد منطوي على راسو، ما كيعرفوا ليه الناس، ساسو من راسو. الحاج حتى هو فيه واحد الصفات انه عندوش واحد الثقة في اي واحد، صعيب باش يضع فيك الثقة، وصعيب انه باش يتكلم معك، وصعيب انه باش حتى يعطيك واحد شوية ديال الوقت. لكن من غير ذلك، واحد الرجل مسن وعنده خبرة في الحياة، ورجل طيب كيعرف الخير، وكيعرف امتى كيحط هاد الفلوس في بلاصتها، وكيعرف امتى ما يحطهاش. وطبعا لما كنسمعوا رجل تاجر، راه ما دار هاد الفلوس الا وهاد السيد عارف فين كيحط الريال وكيفاش كيجمعوا. من 13 يوم هادي انقطعت الاخبار ديال الحاج، ما كاينش. يومين هادي السيد بغى يخرج من الدار، طبعا لانه داخل سوق راسو وما كيهضر مع احد. اي واحد ساكن في الدرب وداخل سوق راسو وبغى يرحل او هز شي حاجة، الا الجيران كيكونوا سباقين باش يعاونوا هذاك السيد. علاش؟ لانه اصلا ما تيتكلم مع حد، ولا وقف على شي مساعدة من شي حد، الا الناس كتسرع وكتكون سباقة باش تساعده. وهو طلب المساعدة من الدراري اللي هما صغار، يعني اللي غادي يحلوا المشكلة ديالو بدون سؤال، وما غاديش يلاحظوا حتى شي ملاحظه. اجي وديروا يديكم معايا، بغيت نهز هذا البرميل. هزوا معاه برميل من نوع البلاستيكي اللي هو كيستعملوه بزاف الناس، التجار ديال الزيتون. طبعا هو خطط في هذا الموضوع هذا، وجاب البرميل وحطه مسبقا، قطع الحاج طراف بعد ما قتلو وداروا في البرميل وسد عليه وهزوا وداه معاه. انتما كتعرفوا ان اي حاجه بلاستيكيه تيكون فيها غير اللحم ولا ده عادي كتعطي الريحه، ما بالك جسد ديال الانسان والروح عزيزه عند الله. سد هذا البرميل مزيان وطلعوا وداه وداروا في الكار وسافر لتارودانت. بعد ما وصل بطريق طويله، طبعا واخا الحال دابا بارد، كاينه شويه ديال الحراره اللي والزمت اللي خلاو هذاك البرميل اعطى واحد شويه ديال الريحه. نوصل لدارهم، دخل دارهم، سلم عليهم وفرح بهم وفرحوا به، وبات حتى الصباح. خرج خوه قال لي هز هذا البرميل ندخلوه، ليه هزوا لك شي حد؟ قال لي غير خليه. اش فيه؟ لا ما فيه حتى شي حاجه تخاف عليه. قال لي غير فيها شي حاجه كانت شطات في الخدمه وحطيتها تما وجايبها باش نديباني بها وصافي، ماشي شي حاجه مهمه الا مشات تمشي. مشى خوه دار بدوره ورجع هو يقول لي شوف انا راح ندرت البرميل، واخا تكون فيه شي حاجه ما فيها والو، ما يمكنلكش تشد بها الطريق وتجيبها حتى لعندنا هنا لتارودانت وما فيها والو، يعني ما فيها والو، ما تطلق حتى حاجه، كنتي ما جبتيهاش. هكا هكا جي ندخلو ونهزو ندخلو. منين حركو عطات شويه ديال الريحه. قال لي اش هاد الريحه هنايا؟ قال لي ما كاين لا ريحه لا والو. قال لي لا الريحه هي
قرب شويه للبرميل استشم الريحه، قال لي راه كاينه ريحه. ديال شاد الريحه ما ديالش هاد الريحه، قول لي شنو داير فيه. ياك لاباس تزيدوا في الهضره، خرجوا خوتو خرجوا الوالدين، اش كاين ما كاين، علاش كتهضر؟ قال لهم راني جرحو، قال لي راني قتلت فيه الحاج، راه فيه جثه. اش هادشي ما هادشي، دخل عند خوتو عاود قال لهم راه نتوما دخلتو، قال لي راه داير فيه جثه. كيغوتو خرج خوتي يجري، مشى عند رجال الدرك خبرهم بالواقعه، قال لهم اجيو تشوفوا روح البرميل فيه جثه، راه خويا جاها كيفاش وكيفاش وكيفاش. عاود لهم القصه كامله، بداو تيقلبوا عليه، قالوا ليه الناس راه داز من جهه الغابه، تبعوه الجندارم شدوه. ملي شدوه اعترف بكل سهوله، قال لهم انا اللي شديتو قطعتو. شنو هو السبب؟ السبب انه كان تيقول لي انا غادي نعطيك الفلوس وانا تنجمعهم ليك، وانا ثقت فيه وخليتهم يجمعوا لي وما بغاش يعطيني الفلوس ديالي. وكتضغر بالاقوال ان شي كل واحد واش تيقول. نتوما كتعرفوا بان الناس منين كطيح البقره كل واحد كيجيب جنوي على كيفو على قدو، تيقول لك انا نقطع، ولكن تحقيق باقي ساري باش يقولوا صحيح من الخطا. بس الكلام اللي هو دارج واللي طلع من الناس اللي يعني موثوق من الخبر ديالهم، انه هاد السيد حط شي فلوس عند الحاج، والحاج قال ليه من بعد انا نعطيها لك، وكيقول ليه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ويمكن منين زيرو قال ليه كاع ما غاديش نعطيها لك، وقام بالذبح ديالو دخل عنده. موالف كيجي كيزورو وكيمشي، هو الوحيد اللي كيجي وكيزورو وكيمشي. شدوه جابوه للدار البيضاء وصبحوا عليه في الدرب، حلو الدار لقاو داكشي باش قتلوه موجود، يعني ما كانش عنده حتى الوقت باش يحيد اداه الجريمه ويخبعها. هز غير البرميل اللي فيه الجثه وداه. واش دابا هاد الجريمه كان قراها سمع عليها جاتو هكاك شيطانيه؟ عمر الانسان ما يثق في الانسان اللي ساكت ويقول هذا الله يعمرها دار. كل واحد عنده شيطان في جيبه. اش دار لك هاد السيد؟ ولو ياخذ لك فلوسك، ولو يكون نقاش معاك، ولو يكون شنو ما كان، حتى ولو يكون بينك وبينه شي حاجه ما كتقالش، اصبرك عليها حتى نطي في واحد الوقت وقتلتيه. علاش تقتلو هو العمر ما بقى بينه وبين مولاه الا واحد الوقت، ربما يطول عمره ربما يوقف هذاك. علاش انت تجي وتكون انت الجلاد وانت القاتل وانت قبط الرواح؟ هاد الشيء رهيب اللي كيصير. هاد الشيء راه من قله الدين وقله الصلاه وقله الزكاه وقله الايمان، باش الانسان غير يهضر معايا نهضر معاه نهز الجنوي ندربو، ولا وزيد في ذلك انه قاتلو هزو حتى البلاد اخرى اللي غادي بها الطريق، لا جندارم لا براجات، والناس كلها قاطعه الطريق على قبل كورونا، الناس قاطعه الطريق وكتفتش وكاين تفتيش، وفين غاديين ما في غاديين بهاد الحاله اللي حنا العالم كله واقف فيها ديال كورونا، وكيفاش اللي داز هاد البرميل في كار وغادي مهزوز هاد البنو، ما تحرك ما حتى شي حاجه حتى وصل ومثبت مع راسو حتى وصل. شكون دابا شكون المجرم الحقيقي؟ واش اللي قتلو دار في البرميل، ولا هادوك الاطفال اللي غادي يعرفوا بعد وقت انهم راه كانوا هزوا هذاك البرميل وساعدوا فيه داك الشخص اللي احترموه وقدروه لانه ما كيتكلمش بزاف، وقالوا نساعدوه هزوه عرفوه ثقيلو هو داك الشيء. علاش عزل هادوك الشباب؟ لان ما غاديش يكون واحد السؤال في الاذهان ديالهم. اولا اللي جاهز داك البرميل وصلوا للكار، او لمو الكار، او المسافة اللي هي محروسة بالرجال الدرك وبالتفتيش، هما بعد مسؤولين على هاد الجريمة وهما مجرمين، حتى وصل لعند الاخ اللي بحث في الموضوع وجاتو الصدفة انه شم هادك الريحة. خصنا نعرفو من الى وما بين هاد من الى شكون هو المجرم الحقيقي، كيفاش تنقل جثة من مكان الى مكان ولا حد عارف شنو واقع. راه هاد الشيء راه واخا الانسان يكون كيرتب في هاد الشيء يديرو، راه ما غاديش تطيح عليه هادي. وهز الجثة حتى للتارودانت
علاش زعما شنو تما تارودانت؟ قلتي راه الامن والامان فيها؟ راه انت وصلتي لتارودانت وتفضحتي، وحتى كاع كون بقيتي مخليها في الدار غادي تفضح، لان الروح عزيزة عند الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هاد الشخص المجرم اللي دار هاد الجريمة اللي ما خافش فيها الله وما خافش العبد اللي غادي فيها، وكيفاش كان القلب ديالو وهو غادي وغادي يوصل، وكيفاش الحالة ديالو اللي وصل وحطها وقال انا غادي نتغلب على الاهل ديالي وما غاديش يقدروا يهضروا، وشنو اللي كان في راسه باش خلى هذاك البرميل على برا باش يجي جاهز؟ واش غادي يجيب تاني ولاد دوار صغار يهزهم باش يديهم للغابة، واش يدفنوا، واش يلوحوا، واش يحرقوا؟ مناش هاد الشيء. كاينين بعض الجرائم تيقول لك هذا تقرقب وقتل موه، هذا تقرقب وقتل باه، هذا تقرقب وقتل جارو، ولكن هذا راه ما كيتقرقب، ما تيكمي، ما تيشرب، ما تيدير حتى شي حاجه. وعلاش يمشي لهاد المسنين؟ علاش؟ حتى ولو منعك من الخدمه وقال لك ما تخدمش، الارزاق بيد الله، ربما هو تسد هذاك الباب اللي عنده، ربما غير يحل لك بيبان. ربما لو بقيتي جالس خدام عنده غادي تبقى واقف، ما غادي تزيد، ما غادي تطلع، ما غادي تهبط، غتبقى في بلاصتك. يمكن الا خرجتي من عنده ومشيتي لخدمه اخرى وامنتي بالله راه الارزاق بيد الله، غادي يحل لك ربي الرزق، وغادي تقدر تعيش احسن من اللي كنتي مع الحاج. ماشي الحياه ملي كنخدموا عند الناس ولا تنجلسوا معاهم كنقولوا راه هذاك الرزق راه عند هذوك الناس. لا، الرزق راه بيد الله، هو اللي كيوزع، هو اللي كيفرق. ودابا شنو هي النتيجه؟ النتيجه هو ان هذا السيد غادي يدخل السجن، وهذاك مات شهيد. كيف ما كيشهدوا عليه الجيران ديالو انه رجل طيب، اما بالنسبه للطبع ديالو ما كيعطيش او شاد يديه او ماشي مسرف، هذاك الشيء كيبقى طبع ديالو هذاك. لكن كاخلاق الناس ترحم عليه وتتقول الحاج الله يرحمه كان رجل طيب ورجل مزيان ورجل صادق ورجل كل شيء فيه مزيان، دخل سوق راسه وكي يخدم الخدمة ديالو، وهو عنده كامل الحرية انه يخلي الخدام ديالو يخدم معاه، وإلا كان حصل عليه شي حاجة غادي يبدلو، وإلا كان حصل عليه شي حاجة وكان جامع عنده الفلوس ديالو كيف ما تيقولوا، او قال ليه ما غاديش نعطيه لك غادي نحسبها لك، من حقه. لكن كان يلتجئ حتى هو الله يرحمه للقانون. بعد مرات الانسان ما كيخدمش عقله وكيوصل للحويج اللي لا كيبقى لا في الدنيا ولا الانسان كيبقى متبع الدين ديالو. لا الحاج بقى في الدنيا حي وقسم ليه الله وهذه مكتاب ليه هاد الروح ديالو تمشي على هاد اليد، ولا السيد اللي قتل فكر في الدين ديالو ان قتل الروح حرام. كنتمنى تكون هاد القصة ديال هاد السيد عبرة. عبرة لشنو؟ عبرة للناس إلا كانوا بحال هاد القاتل يفكروا إلا كان حقهم عند الناس ياخذوه بالتي هي أحسن أو يسمحوا فيه، وما يتسرعوش ويخليو الشيطان يسيرهم بيديه. وعبرة للناس اللي كتكون خدامة وكيوقف رزقها وتيقولوا صافي الرزق عند هاد السيد، لا غادي ندير ليه، لا الرزق بيد الله، ويلا كسب كاع الا وقفك ويقدر واحد يومين ثلاث ايام يتنادم معاه الحال، او رزقك باقي عنده راه غادي يعيط لك، او ربي غادي يسبب سبب وغادي غادي تخدم معاه ترجع. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله يرحم الحاج، والله ياخذ الحق في هذا السيد هذا اللي غصب شبابه وغصب هذا السيد هذا اللي عنده وليداته فرحان بهم وكيتمنى يشوفهم، وما خلاهم دابا لا هما بقاو في بلادات اللي بعاد فيها، لا هما غادي يجيو. والطرقان دابا كيف ما كتعرفوا المطارات تسدات، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وان لله وانا راجعون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي ما تنساونيش من لايك، الله يجازيكم بخير.